يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك ابو العروسه. شوف بقى ابو شوق، احنا الكلام هيطول بينا بعدين ان شاء الله، بس الاول نخش في المفيد احسن. احنا جايين النهارده نخطبوا بنتكوا شوق لابننا حسين. قلت ايه؟ يا اهلا وسهلا. شوف يا اخويا، ابو شوق من بيته لشغله من شغله لبيته، ما يفهمش في الجواز واصوله. الكلام هيبقى معايا انا. يوه وماله يا اختي، ما انت الخير والبركه، امال ايه؟ بس احنا برضك ما نستغناش. ابننا حسين واخد الدبلون من 4 سنين، وعلى وش بنتكوا شوق ربنا كرمه ولسه متعين في شركه النحاس. اها الف مبروك. بس اللي لسه متعين ده هيعرف يجيب شقه ويفتح بيت ويشوف عروسته عاوزه شواريه؟ من جهه الشقه ما تنعيش هم، ابو حسين كلم صاحب البيت هيبني لهم اوضه وعفشه ميه فوق السطح. اخرتها البيت هتسكن فيها فراخ؟ بتقولي حاجه يا حاجه؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. واذا كان يعني على الشوار احنا لموها كده مع بعضينا. احنا لسه هنلموها. شوفي يا حبيبتي، شو مش هتتجوز الا في شقه مطرحين ومفسحه، وشوار هيبقى احسن شوار. احنا هنعملوا اللي علينا وانتوا كمان يعملوا اللي عليكم. ايه اللي بتقوليه ده بس يا حاجه؟ ده اللي انت طالباه ده عايز له على الاقل 2 3 سنين عشان يتعمل. لا يا حبيبي، وانت سادد عايز له 5 6 سنين، انت لسه متخرج واهلك باين عليهم يعني مش عايزين نحط ولا مليم. طيب احنا هنفكروا وهنبقى نردوا عليكم في الزياره تانية. يا اهلا وسهلا. تفكروا على ايه؟ اللي فيها انتوا عرفتوه، لو كان في مدارتكم خير وبركه، مش في مدارتكم هتعملوا ايه يعني؟ هتستلفوا ولا هتشحتوا؟ كده يا امه. عايزين تضلوا عايشين في الفقر ده قبل الجواز وبعد الجواز؟ انت هبله يا بنت. هو كان حد اشتكي لك؟ خلص الكلام، انا برتب الجواز. ما تستعجليش هموت يا حمار.